العربيه. الحصان اذا كان مثلا جو زي كذا رطب كتمه مناسب له نفسيا وجسميا مو مستعد للشيء هذا، كنفسيه يبغى مثلا ما في حيل هدف او ما في حيل خطه او يحاول يخطط او يحاول يعني ما يجيب كلمه عنده. حتى لو كان بحاجه الشيء هذا بحاجه الراحه، ذكره على قدرتك على منع من قول لا اولا في ما يبغى. لا خلاص تقرر تعطيه اللي يبغاه اثناء طلبه هو له او اثناء اصراره عليه، انك الحاله هذه ما يدري انك والله اصريت تبغى مصلحته او اعطيته اللي يبغاه او مشيت لانك تبغى مصلحته، يرى انه قال لك لا ونجح يتمادى في امور اخرى. فطالما انه قال لك لا تصر على الصح، لان يعطيك طبعا تصر على الصح بشكل صحيح مو بشكل خاطئ. من يوم يعطيني اللي يبغاه خلاص انا اريحك، ما عندي مانع. نعم الوضع مو مناسب لك بريح شوي او ما اضغط كل يوم ما في مشكله، بس لما انا اقرر ولما انت تقرر ولما انت تفرضها فرض عليك. إن لو فرضها عليك ووافقت وما يرى انك وافقت لانك تبغى مصلحتك، ويرى انك وافقت لانك ما تقدر تتحكم في اللا حقك، فيستمر في قول لا في اوضاع اخرى ما يمكن تقبل انه يقول لك لا فيها. Hey, 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 hey